انا لاعب العاب قوه، العب جله وقرص. الحمد لله محققين ميداليه ذهب بالجله وفضه بالقرص. عندي رقم قياسي جديد 12.32. تاهلت لبطولات العالم وان شاء الله تجهيزاتنا حق بطوله العالم شهر 7. لا طبعا الإعاقة ما أثرت علي، أنا إعاقتي شلل نصفي، يعني من كثر ما كنت أدري أنا معاق. أول بداياتي كنت ألعب رفع أثقال، يعني الإعاقة كانت كلش مو مؤثرة علي. إحنا محتاجين معسكرات تكثيفية حق اللاعبين، إن المعسكر هو اللي يطور اللاعب. إحنا تقريبا نحتاج أو 5 أو 6 معسكرات بالسنة، خاصة بالصيف، أنت شايفه صيف الكويت يعني، عشان يطور اللاعب. اذا تبون اللاعب يوصل للاولمبيات او بطوله العالم فلازم المعسكرات تكون ضروريه عند اللاعب المعسكرات. بس احنا الشغلات اللي نعاني منها امانه هو موضوع الاحتراف الجزئي، يعني تقريبا احنا صار لنا 2 أو 2.5 سنين مو مستلمين الاحتراف الجزئي. هذه مشكلة كبيرة عندنا. الموضوع مو موضوع مادة بس، انه لازم تحفيز يكون حق اللاعبين. طبعا احنا نطمح دائما نكون رافعين علم الكويت بالدول كلها، نطمح يعني بكل دول العالم نكون علم الكويت مرفوع امانة. هذا طموحنا، وان شاء الله دائما نكون رافعين علم الكويت.